بكم، مبروك يا جماعه، احنا حصلنا على المركز الاول. حلو قوي، حصلنا على المركز الاول فين؟ في سمنه البالغين على مستوى العالم، الميداليه الذهبيه، ان مصر هي رقم واحد في سمنه البالغين على مستوى العالم. البالغين اللي هم المنتجين، البالغين اللي هم الناس اللي هتشتغل، البالغين اللي هم الناس اللي بتقدم شيء للمجتمع تشتغل، دول اسمن ناس في العالم، اكتر ناس سمن في العالم. ليه بقى؟ هي المساله مش مساله بالغين يا جماعه، المساله مساله طفوله من الاول. تعالى كده، لو حاجه مهمه قوي انه قله لعب الاباء، انشغال الاباء يعني عن اطفالهم باللعب هيؤدي الى سمنه مفرطه. ادي حته مهمه جدا على طريق السمنه. لقوا برضو انه قله النوم بالليل يؤدي الى سمنه مفرطه. الله، يبقى الله، طفل ما تعودش ينام بالليل يسهر هيطلع سمين، مراهق هيطلع سمين. حاجة التالتة المهمة جدا، لقوا انه وضع التلفزيون في أوضة النوم بتاعت الأطفال تؤدي إلى درجة من درجات بدايات السمنة. كل الأولاد حاطين أوضة نوم، حاطين تلفزيون في أوضة نومهم، كنت أقول حاطين أوضة نوم في تلفزيونهم، ماشي. حاجة التالتة بقى مهمة قوي، انه انتشار خلل الغدة الدرقية بدون تشخيص، ده من الأسباب المهمة جدا اللي بتلعب دور في انتشار السمنة. ده يخلينا أقول إن مصر كل ده بيتعمل في مصر. لا، الفاست فود، انتشار الفاست فود زاد جدا في مصر، الفسحة بقت فاست فود، وصلنا بالبالغين إلى درجة من درجات السمنة المفرطة المخيفة اللي خلتنا رقم واحد. على فكرة أمريكا إيه؟ أمريكا المستوى الأعلى للسمنة في الأطفال، لكن احنا في البالغين. والصين عندها اكبر عدد من الاطفال المصابين بالسمنه المفرطه، طبعا بواقع اكبر عدد. امريكا رقم واحد بالنسبه للايه؟ يعني مثلا كل 100 طفل فيه كام؟ من برسنتج في 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 النسبه، لكن الصين لما جمعوا لقوا فيها كام؟ 15 مليون طفل مصابين بالسمنه المفرطه، الهند فيها 14 مليون، واحنا رقم واحد في صفوف، احنا مصر رقم واحد في صفوف البالغين. ويقف المريض محتارا ماذا يفعل؟ هل سيذهب الى اجراء جراحه ام يلجا الى نظام غذائي؟ طب تمام، عملنا نظام غذائي مره واثنين، وصلنا لسمنه مفرطه ما نفعش معاها نظام غذائي، هنعمل جراحه. هنعملها ايه؟ امتى؟ ازاي؟ نوعها ايه؟ عند مين؟ اسئله كتيره جدا هتفرض نفسها النهارده في واحد من اهم التوبكس المهمه جدا مع ضيف العزيز. ضيف العزيز قمه علميه كبيره واسم جراحي رائع ويد ماهره، واحد من امهر جراحين السمنه في مصر وفي الوطن العربي. شال على عاتقه عمل كبير جدا في تدريس جراحات السمنه داخل كليه الطب طبعا، واشتغل كتير قوي على نفسه في المنطقه دي، منطقه تعليميه، وما شاء الله هو يعتبر رغم يعني مش سنه كبير لكن تلامذته كتير. ضيف العزيز استاذنا الاستاذ الدكتور اسامه فؤاد. بتكتشف ان هم عندهم مقاومه رهيبه جدا ان هم يعملوا العمليات. يا ستي ارجوك خسي، دي جملة مشهورة، لكن التفاصيل هتغس ازاي؟ محدش بيتكلم خالص. لو عندك طفل وزنه عالي جدا مش هتستنى لحد ما يبلغ، يبقى عنده 14 سنة مش هيبلغ. تفرق دم هذا القرار بين القبائل، والقبائل هي دكاترة مختلفة. الأستاذ الدكتور أسامة فؤاد، أستاذ واستشاري جراحات السمنة المفرطة، كلية الطب جامعة عين شمس، زميل كلية الجراحين الأمريكية. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة فؤاد، أهلا بك يا دكتور أسامة. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا مبروك خدنا المركز الأول في السمنة عند البالغين. طب دي حاجة عظيمة جدا. دي حاجة عظيمة هتخليك من السمنة. عايز أبدأ الأول، يعني أنا قلت ثلاث أسئلة النهاردة عايزك تجاوبني عليهم. أولا، ما هي الجراحات؟ يعني لو العيان قال انا هعمل جراحه، يعني ايه جراحه السمنه؟ ثانيا، متى يلجا الى جراحه السمنه؟ ثالثا، لمن يلجا عندما يذهب الى جراح سمنه؟ ايه الكاليبر؟ ودي نقطه يعني هتاخد الجزء الاخير من الحلقه ومهمه جدا، بس الاول قول لي يعني ايه جراحه السمنه؟ هي جراحه السمنه اصلا ابتدت يعني تقريبا كده على يعني في الفتره بتاعه السبعينات، وبعدين ابتدت تاخد يعني موقعها في العالم كله في اوائل الثمانينات، وبعدين كانت تشتغل جراحه مفتوحه، وبعدين قلبنا منظار.
نقدر نقول ان كان الثابت العمليه الثابته، واللي الناس مش قادره تستوعب النقطه دي، العمليه الثابته التي لم يحدث عليها اي اعتراضات او اختلافات في جميع انحاء العالم هي كانت تحويل المسار. لان ده الناس بقت عندها على فكره من كتر الاعلام اللي بيتقال لهم غلط او الكلام بيتقال لهم غلط، الناس تيجي تقول لك ان تحويل المسار دي عمليه فيها مشاكل خطيره وان هم منعوها، الكلام ده خلاص غير منطقي. العمليه على فكره رقم واحد في العالم، الكلام ده قلناه 50 مره بس برضو استيل الناس بتحب تسمع حاجات مش مظبوطه. العملية دي موجودة من سنة 80، لم يجرؤ أحد أنه هو يقول أنها العملية رقم 2، مش هقولك أنه هو يلغيها حتى، هي العملية رقم 1. ظهر قصادها كذا عملية، يعني ظهر فترة قدامها تدبيس المعدة الجراحي، وقعد فترة الناس برضو بتجري عليه أكتر من تحويل المسار لرفضها برضو موضوع تحويل المسار. وبعدين ثبت علمان التدبيس المعدة عملية مش مطلوبة خالص وابتدت تتلغي على مستوى العالم. ظهر بعدها شوية حزام المعدة، وحزام المعدة قعد فترة برضو واخد شغل جبار جدا، ونسبة العين اللي بتعمل حزام معدة نسبة تحويل المسار نسبة يعني مثلا نقول 5-1 مثلا. وبعدين دلوقتي كل العالم تراجع عن حزام المعدة وكل الناس بتطالب حتى بإلغائه. يعني العمليات اللي موجودة عندنا تكميم المعدة، وهي عملية لطيفة وظريفة بس هي واخدة برضو يعني أقصى من حجمها. أنا بقولش إنها بنفس المشاكل زي تدبيس المعدة ولا حزام المعدة، ولكن هي واخدة يعني إيه كلمة واخدة أكبر من حجمها. يعني إيه؟ يعني أنت لما بتحط عملية في العيانين مش مطلوب يتعملوا بتبقى اسمها العملية واخدة أكبر حجمها. أنا بقولش العملية وحشة، بالعكس أنا بعملها وبعملها كتير ومن أول الناس اللي عملتها في مصر، يمكن ابتديت أعملها في مصر في 2006، ولكن هي بتعملش لكل عيان عايز يعمل عملية سمنة يتعمل له عملية تكميم. حتى على مستوى العالم في بارامترز واضحة، احنا عندنا في مصر اي عيان عنده سكر عنده ارتجاع في عضل المريء عنده يقول لك لا انت ممكن تعمل لك تكميم. فالعملية هتبتدي يحصل فيها مشاكل او هتفقد يعني قيمتها بعد شوية، يطلع فيها مشاكل بعد كده لان هي تساء استخدام. يبقى احنا عندنا اللي موجود دلوقتي، كان عندنا تدبيس المعدة قلنا ده اتلغى دوليا، حزام المعدة تقريبا برضو يعتبر اتلغى، اللي موجود دلوقتي تكميم المعدة وتحويل المسار، وفي عمليات تانية أخرى يعني مش موجودة في موجودة في مصر، العين المصريين ما بيحبوهاش. خلينا نمشي واحدة واحدة من أول الطريق من أول السلم. هنبدأ الأول بتدبيس المعدة. ناس أولا طبعا بيرتبكوا ما بين تسمية تدبيس المعدة وتكميم المعدة. تكميم المعدة عملية لكن تدبيس المعدة عملية ملغى وعملية سيئة. لماذا ألغي التدبيس المعدة؟ هي أول حاجة قصة تدبيس المعدة وتكميم المعدة، اي عمليه في الكلام ده فيها حاجه اسمها دباسات، عشان بس الناس ما تبقاش فاهمه يعني تكميم المعده فيهاش دباسات، لا تكميم المعده فيها دباسات، تحويل مسار المعده فيه دباسات، التدبيس فيه دباسات. دي حاجه عامل مشترك، احنا زي ما بيقولوا يعني بالمتعارف عليه زي القصه مختلفه، يعني القصه مختلفه التفصيله مختلفه، لكن الدباسات هي عمل يعني نفس تقريبا النوعيات. تدبيس المعده دي كانت عمليه بتتعمل اصلا زمان، بتعمل جراحه مفتوحه وكان بندبس المعده بالطول وبنحط شبكه في الجزء السفلي. العمليه اللي هي زي المنظر ده كده، بنعمل جيب بس بتدبس ما بنقطعش المعده، يعني بتدبس المعده في مكانها. ودي كانت واحده من اسباب المشاكل اللي بتؤدي فشل تدبيس المعده، ان الدبابيس دي بتفك، مش بتفك بيحصل تسريب، لا بتفك يعني بتفتح، فتلاقي المعده فتحت على المعده الثانيه فبقى العيان ياكل زي الفل، ما بقاش فيه اي مشكله، ما بيرجعش ولا حاجه. الجانب الشمال يفتح على الجانب اليمين. فالمعده كانك ما عملتش عمليه، فتحت على بعضها، فتلاقي عيانين عملوا تدبيس المعده خسوا وبعدين رجعوا بقى ياكلوا كويس قوي تاني فرجعوا تخنوا تاني. النوع التاني من العينين دي ان هو لا الدبابيس التانيه ثابته في مكانها بس الشبكه محطوطه بقت ضيقه شويه، يحصل تليف فتضيق، فتلاقي العيان ياكل يرجع، فحياته مش حلوه خالص، بياكل بيرجع فبيخس. او الأسوأ من كده بقى يعني خد الاثنين سيئين، ان هو ياكل ويرجع وما يخسش، انه ابتدى ياكل حلويات فابتدى يعتمد على البيبسي والايس كريم والشوكولاته والحاجات دي كلها. فالعمليه دي لقوا نسبه ان الناس اللي بترجع بعد ما تعمل العمليه اكتر من 50%، فعشان كده قال لك خلاص احنا مش هنعمل العمليه، نسبه فشلها اكتر من 50%، فتدبيس المعده يعتبر اتلغى. في نوع بقى تاني دلوقتي في ناس بتروج له وهو اسمه الباترفلاي، ده نوع من تدبيس المعده برضو، عشان يبقى احنا برضو حذرنا الناس وعرفنا. باترفلاي دي تدبيس معده بالمنظار، واحنا لو شفنا الصوره ليها هي بقى بتعمل لها دعايه عن انها بتعمل بالمنظار، فهو بيقص بيضرب يعني بدل ما الدبوس ده بيقص قصه كده من هنا بغيار وهنا من هنا بغيار، ويبقى عندك حته في النص صغيره برضو بيحط عليها شبكه اللي هي دي. ودي بتعمل لها ترويج اعلامي، ودي على فكره من اسوأ العمليات اللي ممكن تعمل في تاريخ
السمنه يعني أسوأ حتى من تدبيس المعده الجراحيه العادي. في ناس بتتكلم عنها و... على الشاشات على ما اظنه وعلى الفيس وكلام زي كده وكانوا بيقول لك دي عمليه عبقريه جديده. والعمليه دي على فكره اصلا يعني هي تدبيس المعده الجراحي اصلا كان احسن منها عشان تبقى عارف حضرتك، فاللي هي اتلغت اصلا. ودي كمان بقى اصلاحها من النوع الصعب جدا يعني، حتى مع انها معموله بالمنظار لك عشان تصلحها اصعب من انك انت حتى تصلح تدبيس المعده العادي. فالباترفلاي دي عمليه اصلا مش معترف بها عالميا ولا يجوز التسويق ليها، وعمليه سيئه في النتائج وعمليه سيئه في الاصلاح بتاعها. يبقى دولت العمليتين اللي هم هي باترفلاي يعني فراشه، فراشه يعني هو على اساس ان هو يعني القطع بيشبه الفراشه يعني، بس الحته اللي في النص دي ساعات بيحصل فيها ضيق وغالبا بيحصل فيها ضيق وبتلف المعده في الحته دهيت وبيحصل فيها اختناق، وغالبا برضه عين ما بتخسش لانها بتوسع وبتبقى معموله اصلا مش بالكاليبريشن كويس، فالمعده تبقى كبيره. فخلي بالكم من انه اي حد يروج لعمليه اسمها تدبيس بالمنظار اسمها باترفلاي، مش ده الكلام اللي بيتقال؟ أيوة. دي حاجه ممنوعه، مش معترف بها دوليا، مش معترف بها دوليا، مش ممنوعه اصلا، هي مش معترف بها دوليا. يعني هي ما اتعملتش في يوم، اصل ممنوعه دي يعني اتعملت وفشلت بعد زي كده. تدكيك المعده، تدكيك المعده برضو من العمليات اللي هي غير معترف بها دوليا، غير معترف بها دوليا، ما لهاش اساسا يعني اي تواجد خالص يعني. هي كانت ظهر لواحد فيها ايران كان بيعملها وقعدت برضو فتره انتشرت وبعدين اتلغت على مستوى العالم، لم يعترف بها دوليا. عظيم. دي التدبيس. ننتقل الى الحزام. هو الاول بس لماذا يعني التدبيس؟ احنا قلنا خلاص التدبيس لانه بيوسع وبيدخل الاكل وبتاع كل ده، بس مش كده ولا ايه؟ له مشاكل تانية خطيره؟ لا لا، هي مشاكله حاجتين، ما انت ان العيان ما بيخسش وان العيان يا يرجع يزيد يا العيان تاني يرجع. هي بس في نقطه عايز اقولها، لان ساعات في عيان برضو بتجي لك كده، انا ما اعرفش ساعات يعني. اولا العيان اللي يمشي الدكتور على مزاجه، انا في رايي ان يعني العيان نفسه لازم يبقى مقتنع ان ده دكتور مش كفء اصلا. مفيش تدبيس معده بتقلب تكميم. اولا ده نسبه المخاطر ان يحصل فيه تسريب بتبقى عاليه جدا، لانك انت بتبقى الحته اللي تحت مسدوده وانت عملت تكميم يعني قصيت، فممكن يحصل الضغط يبقى عالي فالغرق الدبابيس الجديده تفتح يعني. فتدبيس المعده عشان يتقلب لازم يتقلب تحويل مسار، ما فيهاش يعني ما فيهاش مجادلات وما فيهاش يعني فهمتني حوارات كتيره يعني. ثانيا ما ينفعش يبقى عامل عمليه اسمها ريستريكتيف اللي هي تصغير معده، وما ينفعش نقلبها العيان تاني تصغير معده وريستريكتيف. هتلاقي طبعا في ناس بتجادل في الموضوع ده ويقول لك واصل ومش اصل، هو الموضوع محلول تدبيس معده، تكتفي بما انت فيه وما تعملش عمليات. عايز تعمل عمليه لازم تتقلب تحويل مسار، ما فيهاش كلام يعني، قصدي هات وخد. يعني اصلاح تدبيس تحويل مسار خلاص. مش عايز تعمل ما تعملش خلاص يعني، لكن عايز تعمل عمليه ما تقولش بقى هروح اعمل تكميم. اصلها اكثر امانا، وهو شايف انها اكثر، هو شايف العيان نفسه انها اكثر امانا وشايف ان احنا ما بناخدش فيتامينات قصه ثانيه. لا، هو الكلام ده لو في عيان اول مره جاي يعمل ممكن عندك حق الاختيار ونجرب. انما عيان عامل تدبيس معده لا يجوز قلبه الى تكميم، لازم تقلب تحويل مسار. طيب يبقى احنا نحفظ بقى ان التدبيس ليس موجود الان في كتب الطبيه خالص، ولا بمنظار ولا بجراحه. ولا بمنظار ولا بجراحه. واللي اسمها باترفلاي دي اساسا مش عمليه، دي يعني زي اسوأ عمليه في التاريخ بالظبط كده. وانه الاصلاح بيها لازم يكون تحويل مسار وليس تكميم، لانه عمليات التصغير ما تصلحش بعمليه تصغير ثاني، وكمان نسبه الريسك فيها اعلى ان هو يحصل تسريب. حفظت، انا حفظت. تعال نروح للحزام حضرتك. الحزام قصه مهمه. الحزام قصه مهمه، وللاسف طبعا احنا عندنا كميه عيانين عاملاه كتير كتير قوي، كتير جدا، لان هما برضو كان بيسوق له حاجتين. ما دي النقطه يا جماعه، يا ريت بس نهدى ونعرف نفتكر ان لما كل حاجه كانت بتسوق لها كده واحنا كنا بنقعد ننصحهم كده ما كانوش بيصدقونا برضو يعني. دايما الحزام كانوا يقول لك ايه، سهل تحطه سهل تشيله، يبقى بيني لو عرفت تشيله يعني. يعني قصدي موضوع على فكره تزنوتا بيس اوف كيك، انت فهمتني انك تشيل الحزام. في عيانين تخش تشيل الحزام تلاقي الدنيا سهله على فكره، مش صعبه، ونص ساعه او ساعه الا ربع. ده الحزام ده على فكره، دي صوره اشعه من بطن عيانه كانت عندي ما خستش، مع ان بص شوف انت تحس ان المعده فوق صغيره قد ايه اللي هي فوق الحزام، والمعده الكبيره تحت. والحزام شوف قد ايه تخين وقد ايه كبير، يعني ده اللي بيعمل مشاكل ان هو بيقدر يغرز جوه المعده، يعني يخش يخرم جوه المعده. ودي عيوبه، او يتزحلق لفوق او ينزل لتحت. بالرغم شوف من ان المعده صغيره، العينين دول ما بتخسش. ليه بقى؟ لان فيها مشكلتين. العينين ساعات بياكلوا حلويات وبيبسي وايس كريم، وده كان شافوه يتعمل لها حزام معده. نمره اتنين، ان انت العينه برضو عندها قدره انها توسع وتضيق، يعني هي عايزه تاكل فتروح توسع المعده، عايزه. وهو اصلا العيان المليان مش المفروض انت تمشي على هواه، لان هو في الغالب بيحب. ودي على فكره صوره من جوه العمليه بالظبط، الحزام بعد ما ركب يعني.
فحزام المعده مشكلته حاجتين. اول حاجه ان هو مضاعفاته في اول العمليه زيرو تقريبا، يعني انت بتركبه زيرو، لكن بعد خمس سنين نسبه المضاعفات بتوصل ل 35% ل 45%، منها ان الحزام ده كله بيخش يغرز جوه جدار المعده ويخرم المعده، او ان الانبوبه بتاعته الطويله دي ساعات بتخش برضو تخرم جوه القولون او الامعاء، ليه مشاكل غير طبيعيه، او يتزحلق لفوق او ينزل لتحت فيعمل انسداد في المعده، يعمل انسداد في المريء، ليه مشاكل دراميه. نسبه الخساسان فيه ما تعديش 50%. على فكره هيجي واحد يقول لك اصل انا بنت خالتي عملت، احنا ما بنحسبهاش، احنا بنحسبها وورلد وايد على مستوى العالم، في 10,000 عيان عملوا في نسبه كذا بتخس. فالحزام اصلا موضوع فاشل جدا. يجي بقى للنقطه الحواريه المهمه، لما يجي عيان عايز يشيل حزام بيجي الكلام يقول لك انا عايز اشيل الحزام وعايز اعمل عمليه في وقتها. لازم تبقى فاهم كويس قوي ان الموضوع ده مطروح للنقاش على مستوى العالم، انت حسب الحاله جوه لازم فاهم. لما الدكتور يقول لك حسب الحاله، هو مش دكتور جراح شاطر وعبقري عشان يعمل لك العمليه جوه مره واحده يبقى هو شاطر، لا، هو الفكره حسب المنظور. لو هو عامل التصاقات وعامل تليف عنيف، لا، يبقى بمصلحتك ان انت تشيل المنظار تشيل الحزام ونستنى شهرين ثلاثة على الأقل ثلاثة لحد الدنيا ما تهدى والأنسجة تهدى، وبعد كده نرجع نعمل العملية اللي أنت عايزها. هي مش قصة لازم نعمل عملية، يعني يقول لك أنا هعمل عمليتين ورا بعض، طب إيه المشكلة؟ بدل ما تعمل عملية يحصل فيها مشكلة كبيرة. لو الدنيا هادية والحزام مش عامل التصاقات وده برضو بيبقى موجود، ساعتها بتبقى أوبشنال، يعني الجراح شايف الموضوع جوه فأنت لازم تديله الحرية الكاملة. كونه بقى يعمل تحويل مسار أو يعمل تكميم بعديها، برضو دي قصة اختلف فيها ناس عليها. في ناس بتعمل تكميم وفي ناس بتعمل تحويل، ده وارد وده وارد. وإن كان أنا أرجح إن العيان برضو اللي فشل على حاجة فيها تصغير معدة أو تقليل حجم المعدة غالبا استجابته لي حاجة عملية زي تكميم المعدة مش هتبقى استجابة قوية، ده يستحسن يتقلب تحويل مسار، وده على فكرة أغلب المدارس العلمية بتتكلم في هذه النقطة. حلو، يبقى إذن الحزام أنا أرى أنه في طريقه إلى هو انتهى خلاص. بالظبط كده، عشان نبقى واضحين. يعني انا كنت في النرويج اصلا، النرويج طبعا هم عملوا 13,000 حاله مثلا في السنه، كانوا مركبين 2 حزام، ده السنه اللي فاتت. يعني 2 حالتين من 13,000 حزام، انت متخيل؟ الحزام فكرته الذكيه او بمعنى اصح اللي بنقول عليها التريك معاه، ان انا مش شرط ان انا اشيل الحزام في العمليه دلوقتي، اعمل عمليه ثانيه دلوقتي ناو immediately خالص في نفس الوقت في نفس السيتنج اكوردنج حسب ظروف الحزام جوه عامل التصاقات عنيفه او لا هي الدنيا عاجه جوه التهابات، درجه الالتهاب بتاع الانسجه، لانه ما ينفعش في حاله نسيج ملتهب وانفليمد وفي فيبروزس او تليفات كبيره ادخل اعمل عمليه. ساعات الجراح بيبقى متاثر بضغط العيان النفسي عليه، انا عايز اعمله مره واحده يا دكتور، فالجراح سوري في التعبير يقول لك ايه، اصل انا قلت له لا مش هيعمل عندي. هو الموضوع دلوقتي للاسف فيه ما يعني فيه. ان المريض بقى يفرض رايه على الدكتور، ودي حاجه قصدي مش ولا صحيه للطب ولا صحيه للمريض نفسه. هو المفروض الجراح بيفرض رايه على الدكتور، انا شايف ان انت لازم تعمل كذا بس فول ستوب. الحزام يمكن اصلاحه بتكميم او بتحويل مسار، المساله هنا ويفضل تحويل المسار، يفضل تحويل المسار، لكن مش زي التدبيس اللي لا لازم التدبيس ما فيهوش كلام. طيب ننتقل الى تكميم المعده. تكميم المعده متى يمكن أن نقول أن هذه العملية عملية تكميم المعدة عملية فشلت؟ هي مش لا أولا تكميم المعدة عملية على فكرة برضه عشان الناس فاهمة عملية رائعة جدا جدا وأنا بحبها، بس هي ليها اختيارات معينة وليها عيانينها اللي تعملوا لها. لما بتستخدم عملية، أنت لما بتستخدم عملية لكل الناس، العملية دي غالبا هتبوء بنسبة كبيرة منهم في الفشل. وده اللي حصل. يمكن بقول لحضرتك لما كنا في فيينا في المؤتمر كنا في الاخراني، كان 40% من العيانين اللي عملوا تكميم في اخر 10 سنين على قائمه الانتظار عشان يتقلبوا تحويل مسار لحاجتين، ان الوزن زاد وعندهم ارتجاع في عضله المريء وحموضه في المعده عاليه جدا. فتكميم المعده عمليه اصلا بتعتمد زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا بنصغر حجم المعده، بنخليها شكل انبوبه صغيره كده زي ما الناس عارفه يقول لك بنانا شيب، يعني زي الموزه كده. اول حاجه المعده دي لازم عشان تعمل مظبوط في حاجتين، ان اول حاجه ما تسيبش قبه المعده، لان في ناس جراحين من كتر ما بيشتغلوا عايز يشتغل عدد كبير من عيانين فبيقعدش يسلك المعده كويس، فبتبقى سوري فيها نوع من السرعه، فبيسيب جزء ان شاء الله حتى 2 سم او 3 سم ناحيه المريء كده اللي هي قبه المعده، الجزء ده اكبر جزء قادر على انه يتسع، فده بيوسع. أوكي. وده بيؤدي الى ان العيان وزنه بيزيد بعد كده.
دي حاجة تكنيكال. الحاجة التانية ان برضو في نوع تاني عايز يوصل بالتكميم ان هو يخلي العيان بيخس زي التحويل. ما احنا عشان كده بقولك اختيارنا للموضوع فيضيق قوي، فتلاقي حياة قميئة جدا، تلاقي عينين بيرجعوا ياكل يرجع اي حاجة ياكلها يرجع، فيبتدي ياكل حلويات وبيبسي وكلام زي كده. يعني ولا تضيق ولا توسع، او يحصل ضيق منه غصب عنه في الجزء اللي هو احنا كنا بنسميه الانسيزيورا اللي هو عند الكيرف تحت ده كده، اللي هو عند الزاويه دي اللي عامله زي زاويه 90 دي. واحنا عملنا على فكره تعديل قوي جدا في الموضوع ده، ان شاء الله هنشره في المؤتمر قريب، ان احنا بنعدل الحته دي لان دي بتبقى اعلى نسبه في الضغط، بتخلي الضغط في الحته دي عالي، وده بيبقى سبب التسريب الاساسي، وبيسبب ارتفاع في نسبه الضغط جوه المعده، وبيعمل ارتجاع في الحموضه. انا عملت تعديل جميل في الحته دي، وكمان قست الضغط جوه المعده اثناء العمليه، بنقيس المانومتري، بنعمل مانومتريك ستادي اللي هو قياس الضغط داخل المعده. لقينا ان الضغط في شايف السهم الاحمر مش الاولاني اللي هو اللي في النص ده، الحته دي عند بس المعده بقى اللي متسابق جوه في المنطقه دي، احنا عملنا فيها تعديل بحيث ما تبقاش الزاويه 90، احنا خليناها تبقى الزاويه تقريبا يعني تبقى حوالي داخل على 180، بحيث ان ما يبقاش الضغط في الحته دي، ما زاويه 90 ده هيبقى الضغط فيها عالي جدا. عملنا تكنيك في الجزء ده اهوت، بحيث ده بيقلل نسبه التسريب. حلو. بنسبه مثلا لو هو 1% او 2% بيبقى ربع في المية مثلا، يمكن اقل من كده كمان. نسبه 2 ما بيخليش نسبه الحموضه والارتجاع موجوده. وده تعديل قوي جدا احنا هننشره طبعا تبع كليه طب عين شمس ان شاء الله، بس في المؤتمرات العالميه القريبه يعني، ودي مهمه جدا. لكن نتكلم احنا دلوقتي الاختيار بقى العيان نفسه للتكميم، لامتى العيان بيفشل؟ عيان عنده بياكل حلويات كتيره، طب ما هو مهما صغرت له معدته عمره ما هينزل. عيان اصلا سوبر اوبيز، يعني عيان مثلا فوق ال 150 كيلو، التكميم مش على مستوى العالم مش منصح بيه للناس دي، يعني مش ينفعش. يعني نقول مثلا 120-130 كويس قوي، فوق ال 150 غالبا في نسبه كبيره منهم بتيجي تقف عند 105 وتقف، او 110 ويقف، او 100 ويقف، ويبتدي يرجع لما يحصل زياده بقى 120، فستيل العيان ده تخين. عيان عنده ارتجاع في عضله المريء، وعلى فكره زي ما قلت لحضرتك قبل كده 40% من العيانين اللي هم هيتقلبوا تحويل بتعمل تكميم كان بسبب الحموضه، فهو يقعد يجادل ويقول لك لا اصل الحموضه بسيطه، اصلها ما بتحصلليش كتير. العيانين دولت بعد ما بيعملوا تكميم نسبه الحموضه بتزيد عندهم جدا، وارتجاع عضله المريء، فبيضطر ان هو لازم يتقلب تحويل المسار. يبقى احنا اتفقنا اول حاجه سوء اختيار المريض، عيان بياكل حلويات كتيره، عيان وزنه عالي، عيان عنده ارتجاع في عضله المريء، عيان عنده سكر من النوع الثاني. السكر مش هيتحسن، هو الان ممكن ينزل بس السكر مش هيتحسن بنفس نسبه التحسن بتاع تحويل المسار. اي حاجه من الاربعه دولت المفروض تعمل تحويل المسار، يعني الاربعه دول في تعمل تحويل مسار، او حاجه تكنيكال ان هو الجراح بيسيب حته من قبه المعده او بيضيق قوي، فكل الحاجات دي بتؤدي الى فشل عمليه التكميم. هنا هننتقل الى المحطه الاخيره، محطه تحويل المسار. تحويل المسار يعني انا مقتنع، مش انا بقى يعني مش هيفيد يعني رايي يعني كتير يعني، بس العالم كله عارف ان تحويل المسار هي العمليه الجولدن ستاندر في عمليات تحويل. الا المصريين. لا مع المصريين عارفين كل لا 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 نسبه كبيره جدا من كل البرنامج. احنا كل يعني كل البرامج بتاع يعني هنا اهو الدكتور بنقول ان عشان حضرتك بتتكلم بطريقه علميه، لكن في برامج تانية خالص انا بيجي لي ناس بيقولوا لي ده العمليه دي اتمنعت دوليا، والعمليه دي العيان بياكل سوري في تعبيري يخش الحمام على طول، العيان ده ما بيمتصش اي حاجه مفيده من الاكل اللي بياكله، العيان ده لو اتعملت في بنته صغيره مش هتخلف. ده اللي قال لهم كده ده بيضللهم. ما هو ده بترجع تقول لهم اذا كان العمليات دي بتتعمل اصلا في بلاد العالم، يعني المفروض اللي هم بيعلمونا طب اللي هم امريكا واوروبا وفرنسا وبيحطوا الكلام ده بيتعمل لكل شعبهم سواء بناتهم رجالتهم ستاتهم، هاو ات كامز اللي انت بتقوله ده هيكون بيحصل. الحاجات دي لو فعلا موجوده كانت زمان ده اتلغى، يعني كانت العمليه اتلغت زي كذا. لكن هو التعليق الاعلام يعني اللي بيتقال غلط سواء بقى على الفيس سواء الكلام ده كله من اجل ان هم في ناس ما بتعرفش تشتغل غير تكميم فبيعملوا بروباجيشن لموضوع التكميم. بس هو تحويل المسار بغض النظر احنا بنتكلم كلام علمي مالناش دعوه بقى يعني باللي يقتنع او ما يقتنعش، دي عمليه رقم واحد في العالم من حيث التخسيس، انك بتفقد وزنك في فتره قياسيه. الاهم من ده كله خالص على فكره، الاهم من ده كله انك انت ما بترجعش تزيد تاني. لما عين بيسالك ايه السؤال الجوهري بين الفرق بين التكميم والتحويل، انه التكميم ممكن يرجع وزنه يزيد تاني، انك انت لو عملت تكميم
كلنا في الاول في اول سنه هنوصل تقريبا نفس النتائج. لكن التكميم لازم معانا يبقى ناصح وتنميه ماشي على رجيم طول عمره. هو يغير من نمط حياته كله، يلعب رياضه لو ما كانش بيلعب. عندي بقى العيني في التحويل بعد ما بيوصلوا الوزن المثالي بياكلوا اكل غير طبيعي، بياكلوا كميات اللي هم عايزينها، وانا جبت كذا عيان كده بياكلوا النوعيات اللي هم عايزينها على فكره، يعني عيش ورز ومكرونه، ومع ذلك ما بيزيدوش في الوزن. تاثير الهرموني، تاثير الامتصاص وتاثير تاثير الامتصاص وتاثير الهرمون. لكن في تكه بقى في التحويل، ودي اللي انا ابتديت الاحظها في الفتره اللي فاتت، ان الناس اللي ابتدت تشتغل على حاجه اسمها الميني باي باس اللي هو التحويل المصغر بيعملوا المعده طويله قوي، انت فهمتني زي ما انت شايف الصوره دي. انا شايف ان العمليه دي مش وحشه، بس هي مش هتجيب نتائج كويسه زي ما كنا زمان بنعمل اللي هو المعده الصغيره اللي هي تقريبا نص دي او تلت دي. باك تو كلاسيك، باك تو كلاسيك، لان دي فعلا بترجع توسع بعد فتره، فتلاقي العيان وجبته زادت. فالعيان بعد مش بيبان بقى بعد سنتين، بعد خمس سنين ابتدى العيان، تلاقي اربع سنين ابتدى العيان ابتدى يزيد وزنه. عشان كده انا شوف دي اللي احنا كنا، دي اللي انا كنت عامل عليها مره في مؤتمر في فرنسا، البيبر دي اللي هو الميني باوتش، انك تعمل ميني باوتش ميني باي باس. شفت حضرتك حجم المعده هنا صغير، فده مهما يوسع مهما يكبر عمره ما هيوصل لتلت حجم المعده الصغير. نمره اتنين المهم جدا برضو في تحويل المسار، ان اهم حاجه القياسات الامعاء. يعني في ناس بتقيس الامعاء على بعد مثلا صغير، في ناس بتقيسه على بعد كبير، ده بيدخل عين في مشاكل، لازم تقيسها مظبوط. عشان كده القياسات الدقيقه والتمكن في الموضوع ده مهم جدا. انك تقيس الامعاء مظبوط، تعمل معده صغيره، ده يؤدي الى نتيجه اقوى بكتير جدا من تحويل المسار. بالرغم من كده وعايز اقول للعيانين، تعالوا نبص مين اكتر عيان بيتعمل له ريفيجن اللي هو ممكن يصلح له عمليته. التحويل المسار نادرا نادرا ما يجي لك عيان فشل في ان هو يخس او زاد وزنه وعايز يصلح العمليه دي. بتحصل مثلا مره في السنه مثلا. يليها على طول طبعا بكثره يعني التكميم ابتدى يظهر، لكن اللي ابتدى اللي كتير قوي بقى الحزام، التدبيس والحزام. طبعا من يذهب اخر حاجه بقى، لمن يذهب المريض؟ كاليبر، المقاييس. هي الموضوع ده المعايير فيه بقت مختلفة في مصر. وده برضو على فكرة في مشكلة حصلت إعلاميا برضو أو يعني طبيا، أن يعني الناس ابتدت تروج أن بغض النظر أن العملية مشكلتها في تكلفتها خالص. خالص عمر ما كانت العملية أصلا على فكرة، يعني عمر العملية ما كانت أصلا مشكلتها في تكلفتها ولا في دباساتها ولا الكلام ده. ده جزء على فكرة من العملية أنا مش معترض عليه، أهم حاجة فيها مهارة الناس. طول عمرنا كده كان، طول عمرنا إحنا وإحنا صغيرين كان دايما يقول لك أنا أروح للأستاذ كذا، مش هروح للأستاذ المساعد، مش هروح للمدرس، أنا بروح للكيان. بغض النظر عن ما فيش حد معصوم من الخطأ، ممكن برضو أستاذ ويحصل معاه مشاكل، ولكن الموضوع دلوقتي في مصر الناس معتبرة أن كل الدكاترة زي بعضيها، كل الدكاتره زي بعضيها، بس هو ده بيستخدم الات. كلنا بنتكلم حاجه اسمها الليرنينج كيرف، ان احنا في مصر لازم الليرنينج كيرف يكون موجود على فكره. وفي اكذوبه رهيبه قوي يقول لك اصلي الـ 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 الشباب الصغيرين بيفهم. على فكره في امريكا اصلا اللي بيحكموا السنترز في العالم كلهم فوق ال 45، ما مش فوق 55، يعني 55 بيبقى ليه برستيج وكل حاجه، بس الجزء الاكتف الذي يتحكم في قياده الطب في امريكا هو مثلا من اول حاجه و40 لحد حاجه و50. لكن ما فيش حاجه اسمها عندهم مثلا دكتور جينيوس عبقري عنده 32 37 سنه بيقود الطب، ما فيش الكلام ده على فكره، والكلام ده لا يحدث، وما شفناش حد، انت ما شفناش حد كده. في حاجه اسمها ليرنينج كيرف، كيرف التعلم، ولازم يعمل كام حاله، ومش حكايه كام حاله، هو عنده اسمها ماتشوريتي، ماتشوريتي النضوج الفكري، انك لما بيحصل مشكله بتعرف تتصرف ازاي، والثبات الانفعالي، وازاي تخش. كل ده بيجيش غير بالقصه العمريه او السنيه مع التدريب. انا مش بقول مش معنى كده، ولا معنى كده ان كل واحد صغير وحش، ولا معنى كده ان كل كبير كويس، بس هي الفكره احنا لغينا فكره المهاره الطبيه، ولغينا فكره الخبره، ودي على فكره الحاجه الوحيده اللي ما بقت موجوده في مصر دلوقتي، وبقينا نتكلم في حاجات تانية، ان تكلفه العمليه، المكان، المستشفى، الالات، الجزء ده مهم على فكره، بس ده لا يعد 40%، 60% من الموضوع هو الجراح اللي هيعمل لك العمليه. زي بالظبط لو رحت امريكا على فكره او رحت فرنسا، انت لو مش رايح على اسم واحد معين، على فكره مش رايح اسم واحد معين، قد تجد سيرفيس اقل من اللي موجوده في مصر بنسبه 60%. الحقيقه دايما وجودك معانا بيثرينا جدا جدا من الناحيه العلميه والمهاريه، والحقيقه بيسعدني جدا دائما حوارك
الجراحي في دقة التوصيف كواحد من بشهادة الجميع الكل يعرف قيمة ومهارة دكتور أسامة. لكن عجبني جدا في كلامك حاجة لازم نؤكد عليها، انه في لازم نعمل ايفالويشن وتقدير لشيء اسمه ليرنينج كيرف. ليرنينج كيرف اللي هو منحنى التعلم. منحنى التعلم في مصر بدأت ناس تقفز عليه، ده غلط شديد جدا. بدأ يحصل حاجة اسمها التصدر قبل التأهل. التصدر قبل التأهل، لسه ما اتعلمش كويس، لسه ما بقتش شاطر، وحطيت نفسي في حتة مش بتاعتي. بدأت الفهلوة تسيطر، وشفنا الفهلوة في حاجات كتيرة. طلع حد قالك أنا مساعد مجدي يعقوب مرة، وناس كتير صدقته وكانت هيصة. وستيل على فكره لحد دلوقتي، لحد دلوقتي على فكره ليه مريدي وليه انا عايز لا لا معلش معاك، ما هو ده حضرتك، ده واحد ما عندوش اي شهادات اصلا وطلع، او عنده 25 سنه 24 سنه وقال لك انا عندي مش عارف 14 شهاده ايه، والناس هاو كامز يعني. ما هو نورتنا، بارك الله فيك استاذ الدكتور اسامه فؤاد، كان في الدكتور، خليكم دايما مع الدكتور.